الحياء من الملائكة. لماذا قلنا الحياء من الملائكة؟ لأن الملائكة لا يفارقوننا. قال الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هناك قال جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ملائكة تحفظنا من يعني بإذن الله وتسددنا. فإذا خرجنا من البيت قلنا بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول الملائكة: هديت وكفيت ووقيت. الملائكة أيضا تتأذى من المعصية. الملائكة إذا أذنب الإنسان يقول الملك الذي على اليمين للملك الذي على الشمال الذي يكتب السيئات: انتظر، فينتظر 6 ساعات. ألا نستحي من هذا الخلق؟ ألا نستحي من هذا الخلق؟ وإذا عملنا حسنة كتبها حسنة 10 أمثالها، 700 ضعف تضاعف أضعافا كثيرة. ولذلك يستحي الإنسان من هؤلاء الكرام الحافظين الذين يكرمون ابن آدم ويجلونه ويحفظونه بإذن الله جل وعلا.